لما فقدنا الرضا القلب تاهت عيني والحزن غيم علينا يشكي الزمان والقضاء والبحر ما يرويه والدنيا ما تكفيه يرضيه من أعطيك اسمه عبادي وحمد في قلبي ما أوتيك تندم بساعة كن ورد ما بسهم يرسل شدائد كن شهد كن بلسم للحائر الملهوف كن ورد ما بسهم يرسل شدائد كن شهد كن بلسم للحائر الملهوف لما فقدنا الرضا لما فقدنا الرضا ساعتين بحكي معه ما بجاوب. اسمع، أكيد هربان من المدرسة أو من البيت، هلأ أهله أكيد قلقانين عليه كتير. طيب تعال بسرعة، يلا مع السلامة. تعال حبيبي، تعال 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 عندي اقعد. شو جعان؟ جعان؟ طيب ما تخاف، هلأ بابا بيجي وبياخدك. وين رايح؟ وين رايح؟ تعال. شو مالك؟ انت جاي من المدرسة؟ طب وين شنطتك؟ ايه؟ طب ليش عامل حالك اخرس؟ مرحبا. وين أحمد؟ أحمد؟ هو ما أجاش؟ شو اللي ما أجاش؟ ما أنت جايب شنطته، وين أحمد؟ هو روح قبلي، لحقته لقيته طالع من المدرسة. ليش ما جبتها رأساً؟ صارتم ساعتين طالعين من المدرسة، شو في؟ ما أنا كنت جعان، رحت اتغديت، قلت يمكن يجي ياخدها. طيب أعطيني، تفضل اقعد. لا، أنا لازم أروح. يا رمزي، يا حبيبي ما تخاف، قولي وين أحمد؟ قلت لك ما بعرف. لا تخاف حبيبي، انا عمو عبد القادر، وهاي مثل امك. انت ارتاح كويس واحكي لي، شو اسمك؟ ما رح يجاوبك، تعال احكي لك. شوفي، اسمع، صار له 4 ساعات وما حكى ولا كلمه. انا من رايي نحكي مع الشرطه. ذكرت في اصدقاء ممكن يساعدونا بهيك مواضيع لانهم عندهم خبره. لحظه. اهلا، شرفت. وين احمد؟ ما جبته معك؟ ليش هو لسه ما اجى؟ لسه بتسالني؟ يا ابن الحلال حرام عليك، 200 مره قلت لك على التليفون انه ما اجى، 5 ساعات وانا بستنى فيك. اكيد ابنك اندهس، اكيد مات. طب اهدي اهدي يا سناء وما تكبري المساله، هلا بيجي. ليش ما اجى مع بقيه الطلاب؟ يمكن يكون اتاخر في المدرسه. اتصلت في المدرسه، ما فيش حدا رد علي. سالتي عند بيت رؤوف؟ عند الكل، اهلي واهلك ما حدش عنده خبر. أكيد عند بيت حلمي. مين حلمي؟ حلمي عبد الجواد. بتذكر كأنه مرة حكالي إنه إله ولد في صف أحمد. لو كان عندهم كان اتصلوا فينا أكيد. خليني أتأكد. ها؟ قل لي، عجبتك؟
خلاص خلي لك اياها. انت بتعرف ساكب مين فوزي السكبان؟ يا ساكب مين فوزي السكبان انت ما سمعت فيه؟ لا 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 لا، انا راح اقول لك مين ساكب مين فوزي السكبان. ساكب مين فوزي السكبان اتخن مشكله في العالم بحلها. ساكب مين فوزي السكبان ولا سوبرمان ولا باتمان ولا حتى جولفدان. قولي انت بتعرف مين هو جولفدان؟ لا لا، ما بتعرف مين هو جولفدان؟ طيب انا راح احكي لك قصة جولفدان. كان يا مكان في قديم الزمان ولد شاطر وفهمان، اله اخت صغيرة حلوة وشاطرة وأمورة، اسمها حب الرمان. كانوا ساكنين في كوخ صغير نظيف مرتب عنده بير، جنبه جنينة ورد وريحان بيعيشوا فيها العصافير. عصفورة خضرة صغيرة نادت على البنت الشطورة، يا هلا ومرحب حب الرمان. البنت فرحت ضحكت نادت على أخوها. أخوها اسمه اسمه شو؟ نسيت اسمه يا سكبان؟ لا 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 لا، اسمه جل 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 اسمه جلدفان؟ جلفدان. أيوة اسمه جلفدان. هذا جلفدان كان يروح على مدرسته زعلان ويرجع على بيته غضبان. انت تضحك علي، هاي مش قصة جلفدان. صحيح، هو انا دايما بخربط بينك وبينه. هداك اسمه جلفدان، انت اسمك اكرم، شادي، غسان، اسمك فرحان. انا اسمي احمد. كمل الاسم. حاضر راح اكمل لك القصة. ايوه، لحقوا ولاد اكبر منه بدهم يضربوه، فهرب وتموا يركض وهم وراه اكتر من ساعتين. حبيبي كل هذا عشان ياخدوا منه مصروف ونص دينار؟ شو عرفك يا مدام؟ مش اول مرة، دايما الولاد متسلطين عليه وقال لابوه، بس ابوه مش فاضيله. كمل يا استاذ وبعدين. لا معلش، الظاهر انه حضرتك مشغول، برجع في وقت تاني. احمد، يا احمد. ايش بدك في احمد؟ لازم اخده معي على البيت، بيقضي الليله مع اولادي. في الي ولدين من نفس جيله. ايش ما فهمتش عليك، تاخده على بيتك؟ باخده على بيتي. احمد هلا بحاجه لجو هادئ ومريح كمان. تحكي عن جد يا استاذ؟ تاخد ابني معك؟ انا اسف جدا يا مدام، بس احمد هلا صار من مسؤوليتي حتى يتم التحقيق في سبب هروبه من البيت ومن المدرسه كمان. استنى، العيبك هاي مش علي انا، انت عملت معروف واحنا متشكرين. بدك مكافاه على عيني وراسي، بس بلاش تلف وتدور، هذا ابتزاز. المسألة انه الولد خاف اتأخر عن بيته ساعة ساعتين، انت رجعته، يكتر خيرك. لو سمحتي مدام، تشوفي احمد وتقعدي معاه وتلهي، وياريت تسكري الباب، بلاش يسمع صوت صراخنا، ارجوكي. حاضر. ايش هاي مؤامرة علي؟ انت بأي حق بتتدخل بيني وبين زوجتي وابني؟ اسمع، أنا راح أرفع دعوة ضدك. على إيش إن شاء الله؟ حضرتك بتضرب ابنك ضرب قاسي، آخر مرة ضربته فيها كانت قبل أسبوع، ضربته متكة سجاير على وجهه، وكانت ممكن إنها تعوره لولا إنه ربنا ستر. ومين قال لك؟ أحمد اللي قال لي. أحمد ولا أمه؟ لا 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 لا، أحمد اللي قال لي، أمه ما إلها أي علاقة بالموضوع.
وافرض اني ضربته، انت شو دخلك؟ ابني وبربيه. ها حلو، ابنك وبتربيه، واضح. هيا تربى، هرب من البيت. ابنك يا استاذ فقد ثقته بنفسه، مش عارف كيف يتصرف مع زملائه في المدرسة. اسمع استاذ، كل انسان وإله مشاكله، وكل بيت إله أسراره وبلاويه. أنا بضرب ابني لأنه جبان، لأنه كل يوم بروح من المدرسة وهو يبكي عشان الأولاد بضربوه، وأكتر من مرة اتصلت في المدرسة ومفيش فايدة، وأخيرا وجدت أنه الحل أنه يتعلم كيف يدافع عن نفسه، كيف يكون له شخصية. آه يا سلام، وعشان هيك كل يوم بتحل إقشاط وهات يا ضرب. ماما؟ نعم. صحيح أنا بقدر أطير؟ مين اللي قالك هذا الحكي؟ عم سكبان لاعد جوا مع بابا. يلا يا حبيبي اشرب الليمون وروح نام، انت تعبت كتير اليوم. يلا. بس توعديني. بإيش؟ بإنك تشتري لي جنحان بكرة، بس ما تحكي لبابا. على كل حال بتحكي اللي بدك إياه لما يستدعوك للتحقيق، بكرة على الأغلب. لكن أنا بحذرك، إياك تمد إيدك على أحمد. أنت أكيد بتفكرني وحش. أحمد ابني، ابني الوحيد، ولما بضربه أنا بتوجع أكتر منه. لما ببكي قلبي بيتقطع، وساعتها ما في حدا في العالم بشعر بالندم مثلي. انت بتعرف ليش انا بهرب من البيت؟ بتظن اني مشغول كتير في مشاغلي واعمالي؟ لا لا، انا بكون غرقان، غرقان في مشاكل كتيره، وبصرخ وبنادي ويمين يسمعني. ممكن يكون عندك مشاكل كتيره، لكن مشكلة أحمد راح تغلبك كتير كتير، محاكم وتحقيقات وعقوبات كمان. معلش أنا آسف، المسألة مش سهلة أبدا أبدا، والمسألة خلص مش في إيدي. يعني الجماعة اللي هرب عندهم أحمد سبقوني واشتكوا. سيبك من الجماعة التانيين وخلينا نتفاهم. نتفاهم؟ أيوة نتفاهم. مش أنت قلت هلأ ممكن نتفاهم؟ ها بس يعني مش في الطريقة هاي اللي بتلمح لها. شو؟ وانت بتفكر المصاري بتحل كل المشاكل؟ ومين جاب سيرة المصاري؟ أهلاً مدام، كيف أحمد؟ نام، بحلم انه له جنحان وطار. طبعا بده يهرب من الجحيم اللي هو عايش فيه. جحيم؟ ايوه جحيم. كم مره قلت لك ننقله من المدرسه اللي هو فيها وحضرتك رفضت؟ ليش؟ هو يعني البيت هون اهون؟ البيت مش شغلك، البيت حطه على جنب. انا اسف، الموضوع مش في ايدي. بتهددني؟ شايف؟ هذا هو أسلوب حياتنا، إزعيق وصراخ وخناق طول النهار. إذا أنا مش متحملة بدك أحمد يتحمل. أيوة أيوة أيوة، هذا اللي بدك إياه، تنشر كل غسيل الوسخ على الحبال، خلي العالم يتفرجوا. وليش لا؟ مش أحسن ما يعرف أنه تطلع ريحته؟ اللي بسمع بصدق أنك بتحب ابنك. اللي بتحب ابنها يا مدام بتحضر له لقمة يأكلها لما يرجع. ولمين أحضر؟ ما حضرتك كل يوم ما بترجع للساعة 12 بالليل. لا أنا شايف إنه الأفضل لأحمد إنك تفيقيه عشان أخده معاي على البيت، لأنه مش معقول يعيش هون وفي المدرسة كمان. خلي رأيك لنفسك، مهمتك وانتهت. قديش أجرتك؟ أجرتي 3000 دينار، وهذا سعر مخصوص علشانك. 3000 دينار؟ شو؟ كتير؟ مش بكفي اني رجعت لك ابنك لأحضانك؟ مش معقول،
هذا أكم من قضية في اليوم مثل هالقضية وخلال سنة واحدة بتصير مليونير. أها هذا عاد مش شغلك. سألتني قديش أجرتك وجاوبتك. اسمع أنا أكثر من 200 دينار ما بدفع. أصلا وجودك زاد المسألة تعقيد. لو ما كنت تدخلت كان الولد رجع لحاله وما صار كل وجع هالراس. أحمد سيبك من أحمد واحكي معاي أنا. وأنا بقول أنتوا اتنين اطلعوا تفهموا برا. خلي أحمد نايم. نفسي من يوم ما ولدي نام ليلة واحدة ليلة بس بدون صراخ ودموع وألم. بكفي أنتوا اتنين صوتكم واصل للسماء وإيديكم ممدودة بدكم مصاري وبس. بكفيك 500 دينار. اسمع احنا بناخد على القضية الواحدة 20 دينار في الكتير واحنا مسامحينك. ما بدنا العشرين دينار لكن بترجاك ارجوك تيجي بكرة على عنوان المؤسسة. عنوان المؤسسة هياتو معاي. بنروح انا وانت على مدير المدرسة على اساس نشوف شو هي مشكلة احمد. تفضل. ممكن بخاطرك. ما الرائد يا أستاذ عمر؟ رائد مش عاجبته المدرسة يا أستاذ. الظاهر إنه شاف له شغلة ثانية بده يشتغلها. حابب يستقيل. يستقيل؟ شو اللي عملته يا رائد؟ مش عارف. هيو قدامك اسأله. هيو قدامك اسأله. هي بلاش قلة أدب. كل اللي عملته ومش عارف؟ طب انا ايش عملت؟ ما كل الطلاب الصف كانوا جايين قاعدين. اي هو بس انا. ايوه بس انت. واسمع بلاش قله ادبها. جبت كتبك؟ جبت دفاترك؟ حليت واجباتك؟ طب ما انا حكيت لك اني نسيت. نسيت؟ يا سلام، عذر اقبح من ذنب. نسيت ماشي، نسيت واحنا كمان بننسى. والطوش اللي عملتها مع اللي قاعد جنبك ننساها؟ احكي للمدير فهمه شو اللي صار. الحق عليه، انا كل اللي حكيت له اياه انه يستناني بعد الدروس وهو فكر اني بدي اقاتله. هو اللي فكر. طب قل لي ليش يستناك؟ في موضوع بينه وبينه. موضوع بينكم؟ مواضيع. سمعت يا استاذ؟ في موضوع بينه وبينه. سمعت يا حضره الموضوع؟ قصدي يا حضره المدير. شو الموضوع؟ احكي. موضوع. ايش هو؟ عشان نروح عند صاحبنا سامي. وسامي مين؟ صاحبنا في المدرسة. يا حضرة المدير لا تسمع كلامه. هذا الولد بده يعمل لي جلطة، بده يجيب لي الدور. هذا الكلام كله تخويت بتخويت. ايوه ما في حدا معلق بعينه. على كل حال انا بشوفه. الحصة بدأت. تفضل استاذ. ماشي يا استاذ. شوفوا بخاطرك يا استاذ. هلا. وانت استنى على باب الغرفة. في علينا حصة رياضيات. السلام. يعني حضرتك مهتم كثير في حصة الرياضيات. استنى برا. اسفين كثير استاذ، احنا اخرناك. اهلا وسهلا. اهلا بيك. عمر الحقيقه الموضوع اللي انا جاي علشانه موضوع مهم وبده شويه وقت، وحضرتك الظاهر مشغول. يا ريت تخلص من الموضوع. المهم ممكن اعرف شو هو الموضوع؟ الموضوع طالب في مدرستكم بتعرض للضرب والابتزاز من زملائه اللي اكبر منه، فعاد هرب من المدرسة ومن البيت. هرب؟ هذه بسيطة؟ بلغت الشرطة؟ بسيطة. احنا لقيناه ورجعناه لبيته.
الحمد لله الحمد لله. طيب أعطيني اسمه علشان أشوف مربي صرفه. بتصور يا أستاذ صعب تنحل مشكلته بهالطريقة. لا 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 ما في شيء صعب، احنا حلينا هذا ودود. هو أعطاك أسماء الطلاب اللي ضايقوا؟ حضرتك أبوه؟ لا 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 ابدا، انا مش ابوه، انا اللي لقيته ورجعته لبيته. ابوه وعد انه يجي معاي على اساس يقابل حضرتك، لكن الظاهر انه انشغل بموضوع اهم. المشكله انه احمد خايف يرجع لمدرسته، عمره ما حس فيها بالامان والطمانينه. فعد انا بقول لازم نوفرهم له على اساس يقدر يكمل حياته. انت استاذ مش شايف انك مكبر المسألة حبتين شوي؟ ممكن تعطيني اسمه وعنوان والده علشان اتصل فيه. طيب والطالب اللي بستناك برا ماله؟ انا بقول لو تنهي موضوعه اول. اه طبعا انا راح اسعى لنقله لمدرسة تانية. الطالب هذا عنده انذارين وتنبيهين، مش مخلي لا معلم ولا طالب يشره. المعلم لما يفقد هيبته العملية التربوية كلها تتعرض للفشل. ونقله لمدرسة تانية تتصور هو الحل؟ والله يا أستاذ هذا أقصى ما بسمح فيه القانون، مع أنه أنا من رأيك الضرب ممكن يفيد مع الأشكال، خاصة في مدرسة خاصة زي مدرستنا. المهم المهم وقفته على الباب مش حل، إلا إذا كان قصدك إنك تزيد وتعقد المشكلة بينه وبين الأستاذ. يا أستاذ يا أستاذ خلينا في مشكلة أحمد لو سمحت. أعطيني اسمه صفه علشان أشوف كيف بهرب من المدرسة بدون ما حدا يخبرني. حاضر. أحمد ربحي محمد عبد الكريم، تعرفه؟ أعرفه. يا أستاذ يا أستاذ أنت في مدرسة فيها أكثر من 1000 طالب، كل كبير وصغير أنا مسؤول عنها. ما بمر يوم لا في مشاكل نازل على راسي زي المطر دوختني. بتنقص ولا بتزيد؟ قصدي المشاكل بتزيد بشكل مش معقول. طبعا لانه في خلل، في خطأ اساسي. يا استاذ خلينا في مشكلة احمد. واللي على الباب خليه يمكن يتأدب. نعم يتأدب، يتأدب من وقفته على الباب. ليش؟ هو غسيل مبلول عايزينه ينشف؟ هذا انسان؟ ياريت زي ما بنعطي الطفل في البيت أكله وشربه وبنعطيه في المدرسة كمان مقعده ودروسه وكتبه، نعطيه إنسانيته، نشوفه نشوفه بشكل شخصي ومباشر، نتعامل معه باعتباره إنسان فتح كل أبواب شخصيته لاستقبالنا. يعني حضرتك بدك نعطي لكل طالب معلم موجه مرشد نفسي مراقب؟ يا أستاذ يا أستاذ احنا في مدرسة خاصة، امكانياتنا على قد حالنا. هدول كلهم مفروض يكونوا في واحد، الأب في البيت والمعلم في المدرسة. ايش الفرق بين الانسان والحيوان؟ الحيوانات فصائل، مجموعات، كل فرد منها بيحمل رقم. لكن الانسان لا، الانسان كل فرد منه عالم، عالم قائم بذاته، له قدراته واستعداده ومشاكله كمان.
أنا لما شفت أحمد شفت فيه إنسان، إنسان رائع، إنسان عظيم، لكن مسكين، إنسان عالمه مليان بالخوف، خوف مغطي على براءته، مغطي على براءته وبحرمه يسأل أسئلة. المدرسة بخاف يدخلها، بالنسبة له مكان رهيب. البيت الكل مشغول عنه، ما حد قادر يسمعه، ما حد قادر يحكي معاه، يشوف ايش مشاكله. حرام حرام، احنا عالم عجيب، بنشوف كل شيء لكن ما بنشوف حالنا. معقول؟ يا استاذ يا حبيبي، الكلام اللي بتحكيه نظري خيالي، اذا بدنا نحققه بدنا وقت وامكانيات. ابدا، بدك قدره على العطاء وبس. استاذ ارجوك، انا مش قادر اتابعك، اعذرني عندي شويه شغل. سارة، أنا انسرقت. بلغت الشرطة؟ ايش اللي انسرق منك؟ انا انت كمل انسرقت. انسرقت؟ طب هاي فهمناها انك انسرقت، بس يا اخي الكريم بدنا توضح لنا شو اللي انسرق منك. هل هو فلوس؟ هل هي سيارة؟ هل هو اثاث؟ لا انا والله الله على هذه الوقعة. قصدك يا أخ بدك تفهمني إنك أنت بشحمك ولحمك انسرقت؟ أيوة هسه فهمت. لا ما فهمتش يا مثبت العقل، كيف فهمني يا أخي، فهمني كيف انسرقت أنت مع إنك قاعد قدامي مثل اللوح، قاعد قدامي محترم. كيف هاي يعني؟ أيوة كلامك صعب مثل جر الحرير على الشوك، والكلمة ما بتطلع منك إلا بملقط، لكنك موجود يا ولدي موجود. لا شوف، أنا انسرقت. قصدك تقول لي يا أخ إنك بتحكي وبتمشي وتحرك ايديك على البطيء، كله على البطيء. الله يساعد الارض، شو بدها تستناك لما تخطي عليها؟ لا يا حبيبي، هذا مش اسمه سرقه. لا، انت بدك دكتور يفحصك يشوف وين العله. هل هي في المخ؟ هل هي في المخيخ؟ هل هي في العضلات؟ ما انك انت في عز شبوبيتك. انا رحت على طبيب وفحصني مليح قال لي انت ما فيك مرض، لكن في ايد امتدت سرقت العزم منك، سرقت المبادرة الشخصية. ايد؟ وكيف هاي الايد قدرت تتغلغل في كل خلايا جسمك؟ قصدي كيف هاي الايد قدرت تتغلغل في خلايا جسمك؟ لا اللي سرق مني دفتر مذكراتي، تاريخ
مستقبلي، بروجرام حياتي الجاي. سرقوا الله حياتك الجاي. بعدين وقع الشغل هاي، كل ما قربنا نفهم بضيع الفهم. يا خسارة يعني. بس يا أخي الكريم، أنا سمعتك بتقول إنه دفتر مذكراتك المستقبلي. أيوة تمام. يعني يا حبيبي بكرة بالنسبة إلك مبارح؟ لا لا، بكرة هو بكرة، لكن برنامج ضاع مني، مش عارف شو بدي أعمل. سرقوا دفتر مذكراتي، مش عارف كيف بدي أعيش، مش عارف كيف بدي أعيش. مش غلط، غويت حويت. انت بدك واحد يغوص في كلامك، غوص، وانا غواص. أنا كنت الأول في الثانوي، الأول في الجامعة، الأول في الوظيفة، الأول في كل شيء، حتى ضاع دفتر مذكراتي. صفيت ولا إشي، أدور على حالي ما بلاقيش. ولا يهمك، ولا ولا يهمك. انت بس قل لي وين دفترك المستقبلي هذا وانا اجيبه. معه مين معه؟ صديقي اللي كان عامل حاله صديقي حسبني، اغتاظ مني لما قرأ صفحة واحدة بس وشاف القبة اللي راح اوصلها، قام سرق دفتر. قبة؟ قصدك يعني سرق دفترك؟ لا، سنة عمري، لأن عمري هو دفتري ودفتري هو عمري. أنا هو وهو أنا، هو عقلي ومخي وإيدي وإذني وتفكيري. لما انسرقت. أعطيني اسمه وعنوانه فورا. زكي. تفضل يا سيدي اقرأ. شوف. والله الله، الساعة 8 صباحا 1/12/96، السفر إلى مدغشقر، رحلة راحة واستجمام لمدة أسبوع. نياقب. 8/2/96، مضاعفة رأس مال الشركة الجديدة التي ستقوم بإضاءة باطن الأرض بأشعة الجيزر، أشعة الليزر. فاتورة الكهرباء هاي غير تنط على 5 دنانير. 8/12/96، الساعة 6:16، شراء طائرة صغيرة، رش أشجار الزراف، الدراق. الساعة 6:30، اصطحاب سميحة لمدينة الملاهي. هذا ما بخاف من المرتفعات مثلي. الساعة 17، البث في موضوع الزيارات العائلية مع سميحة. سميحة مين هاي؟ زوجته. هو متزوج؟ لا لا، باعتبار ما سيكون. انت مش شايف التاريخ سنة 1996؟ ما تواخذنيش، أصله إشي بمخمل العقل. 1/1/1999، أوف هذا نط على 99، الاحتفال بميلاد لما وإهدائها بركة سباحة. أكيد هاي بنته، اعتبار ما سيكون. أيوة بنته، يومها بيكون عمرها 5 سنين. بركة سباحة يعني مش خايف تغرق. اصطحاب وعاء لمعالجته. وعاء؟ لا، هذا علاء. اصطحاب علاء لمعالجته من مرض الخفيات. شو هذا خفياته؟ سألته قال هذا مرض جديد رايح يظهر بعد 6 سنين. أوف. يا رب ما انصاب فيه، لأنه مبين بده يكون خطير. الموافقة على زواج لما من إيهاب. طبعا اثنين لسه ما ولدوش. شو قصة صاحبك هذا؟ يا سيدي، هذا كان زميلي في المدرسة وكان متفوق جدا، حتى كنا نسميه نبغة المدرسة. بس كانت أفكاره غريبة. بتذكر مرة دخل في نقاش مع أستاذ الفيزياء يحاول يقنعه إنه ممكن نقل الإنسان من الشمال إلى الجنوب في 5 ثواني إذا تحول إلى شعاع. أوف،
طبعا المعلم فهمه بعدين انه هذا مش ممكن، مش معقول يعني. يا ريت الاستاذ سكته وبهدلوا قدام الطلاب حتى صاروا يضحكوا عليه. من يومها صاحبنا صار يصارع في افكاره لحاله وما يقول عنها لحدا، حتى دخل الجامعة شوي شوي تحولت حياته إلى ما يشبه الإنسان الآلي، يعني نظم وقته بالثانية. زملائه في الجامعة انقسموا إلى قسمين، قسم صار يشجعوا عشان يضحك عليه، والقسم الثاني صار يقولوا عنه مجنون. محدش منهم حاول يفهمه، حاول يصاحبه بمحبة وإخلاص، حاول يخرجه من أوهامه. حتى أهله يعني؟ حتى أهله، الكل. أهله كانوا مبسوطين على تفوقه، بس كل واحد منهم كان يشوفه من زاويته هو، والشاطر يدبر حاله. حتى تخرج من الجامعة برضو بتفوق، وشق طريقه في حياته العملية بنجاح. حتى إجا يوم واصطدم مع مدير الشركة اللي بيشتغل فيها، اصطدم معاه على سبب. لما عرفته قلت خلص الخيط الرفيع اللي بين صاحبنا وبين المجتمع انقطع، صاحبنا أصبحت نهايته وشيكة. أنا صارت منك تقرير عن المبيعات، وينه؟ آسف. آسف؟ التقرير هذا المفروض يكون على مكتبي أول امبارح، وينه؟ أنا آسف، غير مقتنع ومش راح اكتبه. غير مقتنع؟ ها؟ غير مقتنع ومش رايح يكتب؟ منو اللي بيشغل عند الثاني؟ انا ولا انت؟ شوف يا استاذ، لو تتفضل وتستريح وتقعد ورا مكتبك ممكن نتفاهم بشكل حضاري افضل. تفضل. تفضل. نتفاهم؟ نتفاهم؟ علاش نتفاهم؟ انت هان موظف الشركه، يعني موظف عندي، وأنا اللي بصدر الأوامر هون، فاهم؟ أنت، أنا، هم، هي، هو، كلنا مجموعة أرقام. بكل أسف حتى تناسق ما في بينها. أرقام، خيالات. الغلط مش في المبيعات يا أستاذ، الغلط هون في المخ. الشيء الوحيد الصح هو اللي ممكن يستمر، وهو سلمني الشركة ليومين اثنين بس، وشوف كيف ممكن أصلح لك إياها. علي تعال هون بسرعة. نعم حضرة المدير. خذ قرار بالاستغناء عن خدمات الأستاذ اعتبارا من اليوم. لا 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 لا، انتظر شوي، اعتبارا من أول امبارح. حاضر. وحضرتك تفضل خذ كتابك وتعويضك و... انتوا اللي راح تخسروا في جميع الاحوال يا استاذ. انا كل اللي بدي اياهم يومين اثنين، قلت لك سلمني شركي ليومين وشوف كيف بتصير. ارتاحوا في بيوتكم يا اخي، اتركوني اعرف اشوف شغلي. اتفضل برا. وقاعد في بيته أكثر من 5 أشهر. اتصلت فيه أكثر من مرة، كان دائما يعتذر لي بأنه مشغول وما بيقدر يستقبلني. بالآخر رحت له وبدون موعد سابق. الغريب أنه استقبلني وبحرارة،
وعرض علي نتائج أبحاثه العلمية خلال فترة انقطاعه عني. أهم شيء كان في أبحاثه العلمية الدفتر هذا، ولما قريته ما قدرتش أسكت، قلت له خلص دخيلك بكفي أوهام. أوهام بتسمي واحد زائد واحد يساوي اثنين؟ أوهام يا زكي أوهام. صحيح أنا بعتمد على قانون الاحتمالات وهذا أحيانا ممكن يخذلني، لكن هون في مخ وهو اللي بيقرر طبعا بناء على معطيات موثوقة. زكي أنا ما بدي أدش رأسك بأشياء صعبة عليك تفهمها، لكن أؤكد لك يا صديقي إني عامل لك كل شيء حسابه في هذا الدفتر وبحذافيره. حذافيره يا معروف، حذافيره يا معروف. في حوادث، في مفاجآت، في موت، كيف حسبت حساب كل هذا؟ كل شيء محمول حسابه بناء على مقدماته وأسبابه وبناء على الإحصائيات المعتمدة عالميا، ما في شيء صدفي أبدا. زكي الإنسان مجموعة جينات كروموسومات، اعرف جيناتك بتعرف مستقبلك وأيامك الجايات. صديقي زكي أنت ما بتتذكر إنه وإحنا صغار كانوا دائما بيعطونا سؤال في المدرسة، متى يصل قطار مدينة تبعد 500 كيلو متر في الساعة إذا كانت سرعته بالساعة 20 كيلو متر؟ يا معروف الإنسان مش قطار، الإنسان في عدة عوامل من خارجه وداخله بتأثر فيه. حتى القطار يا معروف ممكن يتعطل، ممكن يتأخر، ممكن يخرج عن السكة، صح ولا لا؟ برضو بتتم هذه مسألة رياضية وتدخل في قانون الاحتمالات، يعني under control. أنا خايف يصير معاك زي حكاية الراعي والعسل، عارفها؟ راعي عسل؟ أيوة راعي وعسل. كان في راعي عنده جرة عسل معلقها في البيت، في يوم فكر قال ببيع العسل وبشتري قطيع غنم وبتجوز بصير عندي فلوس بخلف ولد، بكبر الولد بيعصي أمري، في يوم بضربه بالعصاية اجت العصاية في جرة العسل انكسرت وسال العسل واختلط بالتراب. حكاية طريفة. لا تخاف يا صديقي لا تخاف، قال راعي قال. إياك يا زكي تفكر إنها الدنيا ماشي على كيفها. نو إذا عرفت قانونها بتسيطر عليها، ما في شي ماشي على كيفه. أنا يا صديقي خرجت من الشرنقة ولا يمكن أرجع. أنت يا صديقي ركبك الغرور وأنا خايف يقودك للجنون. قول اللي بدك إياه، نفس عن حقدك وحسدك. أنا الحق علي اللي جاي أطمن عليك. انت جاي تشمت فيه، وانا لو بعرفك هيك كان ما ورجيتك الدفتر. لو بتعرفني هيك كان ما ورجيتني الدفتر. لو يا ترى كم لو راح تقول؟ يا ترى كم مرة رايح تندم؟ الانسان يا صديقي ضعيف، قوي بالحق اللي بيؤمن فيه وبالخير اللي ممكن يعمله، مش بالاوهام اللي بتخبط فيها ولا بالسراب اللي بلهث حتى يطوله. زكي أنا آسف، آسف جدا، يعني أنا انفعلت وكلمة طلعت غصب عني ما بقصدها، من شان هيك ورجيتك الدفتر. الدفتر تفضل. أنت كاتب هون عن اليوم اللي إحنا فيه رحلة في الهواء الطلق، ما طلعتش ليش؟ أطلع؟ الدنيا شيتها يا أخي، بدك يعني أطلع وأصاب بالإنفلونزا؟ بعدين أنا مش متنبي جوي، أنا عندي هامش من الاحتمالات الخاطئة. وقديش عرضه هالهامش هذا؟ أنت إيش بدك إياه؟ بدك يعني أعيش كريشي في مهب الريح؟ لا، بدي إياك تأدي اللي عليك وتترك الباقي على الله وتتكل عليه. كاتب هون حادث سيارة يصيب ربيع. مين ربيع؟ ما بعرف. لا انت بتعرف ربيع
ابنك اللي رح يجي بعد 10 سنين. هذا كلام مسكين، قعد يومين بالمستشفى بس هلأ صحته عال العال. يا صديقي يلا اطلع معي، انت بحاجة مشوار. قول اللي بتقوله، لكن صحته هلأ عال العال، وصاحب السيارة اللي ضربت ربيع مسجون. طيب ما بدك تسقيني فنجان قهوة؟ ها؟ طبعا طبعا طبعا، و إكراما لربيع راح أجيب لك مع القهوة جاتو. لا 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 لا، بس قهوة. زكي عدم المؤاخذة، أنا بحكي معاك على قدر مستواك. أنا أدرك تماماً إنه لا يمكن تستوعب اللي بقول لك إياه، لأني أنا سابق عصري. عن إذنك أسوي لك القهوة. إجي على بيتي أكثر من 5 مرات، رفضت أستقبله ولا حتى أحكي معاه. قلت بلكي يئس وتخلص من هالكابوس اللي مسيطر عليه. انت لو شفته كان حزنت عليه. انا نعمان ابو نبل حزنت عليه. دفتر هذا انا ممكن امزعه، ممكن امزعه، لكن الدفتر اللي جواه كيف؟ فكرك نرجع له اياه؟ ايوه، بس مع شوية قل الله، يعني شوية تغييرات. حبيبي، عمري، حياتي، أفكاري، توقعاتي. متشكر، متشكر جداً. انت اعدت الي الحياه، اطلب ماذا تريد، اطلب. لا بسيطه خيو، انا حبيتك ولهالسبب انا خايف عليك. من ايش؟ من ايش؟ اقرا شو كاتب عن بختك لهذا اليوم. بخت هو أنا كاين أتسلى يا حضرت؟ خلص اقرأ بختك لهذا اليوم. اقرأ بنفسك. بقرأ بنفسي؟ يعني فكرك أنا بخاف اقرأ بنفسي؟ عودة أعز مفقود لديك. شفت يا حضرت؟ صدقت هلأ توقعاتي؟ صدقت. بس لو سمحت يعني نكمل، يعني خلينا نقرأ حظك لبكرة. أيوة أيوة، هون بقرأ بكمل. كارثة تحل بك يا لطيف. لا لا يا حضرت، هذا مش خطي، أنا ما بكتب عن كوارث. وبالأول كان خطك؟ حبيبي أنا بنفسي كتبت الخطين بإيدي هاي. ولا الحلوة بتقبلها والمرة بتقولها بعيد الشر عني. حبيبي سمعني، طوعني، بلاش وهم يوديك لوهم ثاني، وكلمة تجيبك وكلمة توديك. طاوع نعمان أبو نبلة ما بتندم. ما بطاوعك يا أبو نبلة. شو بتقصد ها؟ يعني جهدي كله، عمري كله ضاع هباء؟ بالعكس بالعكس، خلي عمرك started from now، يبدأ من اليوم، من هلأ. طيب والدفتر؟ دفتر 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 صفحة وانتهت من عمرك، تتمزع. لا
لا تكسفني يا ابو توفيق، انت مريض ومحتاج مين يدير باله عليك. ابو فؤاد بعتك. ابو فؤاد ما عنده علم. احنا حبينا نزورك وناخدك معانا عشان نعمل له اياها مفاجاه. انتوا اهل واصحاب وزيارتكم غاليه، بس انا هاي الغرفه تعودت عليها، بعدين ما بحبش اتقل على حدا. خلص بوعدك يا ام فؤاد اذا احتجت لاشي بتصل فيك. لا لا يا عمي مش ممكن، انت لازم تروح معنا. عمي انا في كتير اشياء حاب اسالك عنها وبدي اضل ادردش معك حتى تزهق مني. انت بدك تمغيب عن الجامعه وتتحجج فيي. يا عمي صحتك اهم من الجامعه واهم من كل اشي. ارجوك يا عمي ارجوك لا تفشلنا. الله يرضى عليك يا ابني، هسه بموت وانا مرتاح. بعيد الشر عنك، لا تقول هالحكي، يعني لو سمعك مراد شو رح يقول؟ كل حي مصيره يموت يا بنتي، بالشتان بين اللي بيموت وهمه وراه واللي بيموت وهمه وخوفه ورجاه قدامه. سلمولي على مراد، صار لي يومين ما شفته. هو بيدعي لك في كل صلاة، يعني لا تأخذه، صار له يومين مشغول بقصة الجماعة إياهم، أسقط حقه عنهم وهيو بيسعى لهم بالإفراج. أصيل أصيل، العفو عند المقدرة ولوجه الله وشيم الكرام. يلا يا فؤاد قوم لملوا أغراضه وهيني بستناكم بالسيارة. من قلوب اغتنك من توب للغفار، الشوق لما اكتسك جادت بأحلى ثمار. كم من قلوب اغتنت من توب للغفار، الشوق لما اكتسك جادت بأحلى ثمار.